السلام عليكم ورحمة الله. نحن الآن في منطقة بيليك دوزو غرفينار. طبعا جينا نصور لكم شقة مطلة على البحر، ثلاثة غرف وصالة. جينا للمجمع. طبعا مميزات المجمع لها مسبح خاص، لها حراسة امنية، لها جميع الخدمات، حديقة خاصة للأطفال. موقعها ايضا جدا مميز. طبعا نطلع نصور لكم الشقة، نعطيكم كافة التفاصيل. طبعا وصلنا للدور الرابع. شقة عبارة عن ثلاثة غرف وصالة، رقم الشقة 20 زي ما انتم شايفين. اول ما ندخل هذا نظام الفتح الذكي، هذه الدواليب، دواليب الاحذية الله يكرمكم. اول ما ندخل طبعا الجهة اليمين هذه المطبخ، طبعا جدا واسع ما شاء الله، لها اطلالة على البحر ما شاء الله. هالشقة طبعا الشقة ثلاثة غرف وصالة، 170 متر مربع. هذا الصالون ما شاء الله تبارك الله. لها بلكونة صغيرة. طبعا في الشقة يتوفر ثلاث مكيفات، هذا المكيف الأول، هذه الغرفة الأولى، هذه دورة المياه الأولى، طبعا هذه الغرفة الثانية. وجينا هذه غرفة النوم الرئيسية، في منطقة بيليك دوزو بيكتك مجال، لها دورة المياه الخاصة، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.